هنا كان المنتخب وكان الرئيس وليد نصار يسعى بكل جهد لتأمين رعاية لهذا المنتخب. كانت اللفتة الكريمة والمبادرة من مجموعة انديفكو سانيتا يلي بس ما بنشوف حالنا فيها وبتشوف حالها بلبنان. نحن كمان منتخبنا الوطني رح يلبس هالقميص ويشوف حاله بسانيتا لانه سانيتا والمنتخب عنوانه لبنان. حلو. بترك الكلمة الرئيس للرئيس التنفيذي لمجموعة انديفكو الاستاذ نعمة جورج فريم. مع الوزير حناوي حضرة النائب الصديق سيمون أبي رميا نشكركم تنيناتكم على رعايتكم ومرافقتكم لهالحدث اللي أنا بعتبره اليوم نتيجة سنة أو أكثر من الشغل الدؤوب من هاللجنة برئاسة الصديق الرفيق الصديق القديم الأخ وليد نصار وكمان فريق الجهاز حربوا كله حضرتكم. وبالنتيجة بدي أقول أنه نحن قاعدين اليوم هون لأنه في عرق وتعب اللعيبة اللبنانية يلي تميزوا بالباسكتبول يلي نحن بلبنان اليوم بهاللحظة بالتحديد كلنا قاعدين هون بفرح لأنه مساحات الأمل ومساحات النجاح ومساحات الإبداع في لبنان عم تضيق. نحن يا إخوان اليوم هون بهالروح الحلوة لأنه هيدي منحس من آخر معاقل النجاح في لبنان وبدنا نرجع نبرم من هالنقطة اللي تصير تعم كل لبنان النجاحات. تتأملوا بس إذا النجاح بالباسكتبول يلي عم يحققه لبنان وتميزوا فينا نشوفه بكل ميادين، فينا نشوفه بالسياسة، فينا نشوفه بالإدارات، فينا نشوفه بالمناقصات، فينا نشوفه بالبنى التحتية، فينا نشوفه باقتصادنا شو بيصير لبنان وقديش بيصير حلو لبنان. بالرياضة كتير هين كتير هين نحافظ على مستوى عالي لأنه بالرياضة عادة الأقوى واللي بيشتغل أكتر بيربح. بالسياسة مش عطول هيك، مش الأقوى واللي بيشتغل أكتر بيربح. نتأمل يوم من الأيام يصير هيك. كان من الطبيعي أنه تتلاقى سانيتا بالمنتخب. مثل ما بتعرفوا النحلة بتجي على الزهرة الحلوة وأنتوا صرتوا الزهرة الحلوة في لبنان. من الطبيعي أنه تتلاقى سانيتا بالاتحاد الباسكت في لبنان والمنتخب لأنه اثنيناتهم صنع في لبنان بكل معنى الكلمة. من الطبيعة أنه يتلاقوا مش بس لأنه صنع في لبنان، لأنه صنع بلبنان ونجحوا بفخر وتميزوا واثنيناتهم علامة تميز سانيتا والمنتخب باسكتبول. من هيك أنا حاسس أنه مشوارنا طويل سوا، خاصة إذا كفيتوا من ويست أفريقيا من ويست آسيا لا آسيا كلها للريو. مثل ما بعرف أنا شعاركم روت تو ريو، من شير جوني للريو. هذا هذه الطريق انطلقت اليوم، هذه أول فشخة. نحن حدكم، كل لبنان حدكم، وبقلكم كاتحاد وكلاعبين يا اخوان هالتمايز اللي عم نشوفه فيكم خليط من الابداع والتفاني والالتزام، هذا اللي بدنا نشوفه بكل لبنان. انا بتامل كلنا سوا مني وجر نتعلم منكم يا لاعبين، انتم اللاعبين المميزين، بدنا نتعلم منكم كلنا بكل مياديننا. بقى بنشكركم وربحونا لنكفي سوا هالمسيره ونشوف حلنا بلبنان بكل معنى الكلمه.